نشكر الله أولا وقبل كل شيء الذي يسر لنا فريضة الحج، ثم نشكر من سهل ويسر وأعان وخدم ضيوف الرحمن هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وملكا، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأشكر أخي معالي وزير الشؤون الدينية في جمهورية تركيا الإسلامية العظيمة الدكتور علي أرباش حفظه الله ورعاه على هذه اللفتة وعلى هذا الجمع الكريم وعلى هذه الضيافة المباركة. وأشكر الحضور جميعا زملاء وأحبة، ومن أرض اليمن أخاطبكم باسمها وأنا وزير الأوقاف فيها أخوكم محمد بن عيضة شبيبة، وأقول لكم اليمن بإذن الله ستبقى كما هي مدد الإسلام، وكما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان والحكمة يمانية، وهي آلام تعصف بها، لكن هذه الآلام ستمر وستنقضي وستزول. وهذه الميليشيا الحوثية التي دمرت وخربت وسفكت الدم وتمردت على هويتنا العربية والإسلامية وفرقت صفنا وجمعنا ستهزم اليوم وغدا بإذن الله على يد اليمنيين وعلى يد العرب وعلى يد المسلمين. فثقوا واطمئنوا إلى أن شعبكم اليمني أصل العرب سيعود إلى عافيته قريبا بإذن الله، وستتنكس وتتمرد أنوف الميليشيات الحوثية وأنوف من دعمها ووقف معها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.